دلوقتي ريال مدريد وبرشلونه ماتش ممتع وكبير، هل انت شايف ان ريال مدريد وبرشلونه ده ماتش فقد رونقه عالميا مع رحيل ميسي ورونالدو وبيب جوارديولا وجوزيه مورينيو والاسماء العظيمه؟ اكيد فقد، اكيد فقد كل بعد ما الفاليو بتاع الكلاسيكو قل طبعا، بعد رونالدو بعد ميسي بعد جوارديولا بعد مورينيو لويس سواريز ونيمار واسماء كبيره لعيبه كتير لعيبه كتير ماشي، بس تاثيرا اكتر ميسي ورونالدو طبعا، بيعوضوا ده بواحد زي ليفاندوسكي، واحد زي هازار، وهازار فشل مع مدريد لحد دلوقتي ما نجحش. طب بس لحد دلوقتي هيفضل ما تنساش هيفضل ده الحكومه هيفضل لحد دلوقتي ده كلاسيكو الارض، هيفضل لحد دلوقتي واحد زي انشيلوتي مدرب بجد يعني منتاليتي مش طبيعيه، راجل بيعرف يدير ماتش ازاي، عنده لعيبه يعني النهارده عنده فلكسبيليتي في كل حته في الملعب، عنده فالفيردي مع هازار النهارده بيلعب هازار، الماتش الجاي ممكن هازار ما يلعبش، تشاوميني كان بيلعب النهارده جنب كروس، الماتش الجاي هتلاقي مودريتش تالت، هازار مش موجود، فالفيردي ورودريجو معاهم بنزيما، لا فرقه تقيله، والناحيه الثانيه جابوا صفقات كتيره زي ما هم كانوا بيقولوا كوندي واروخو والناس اللي قدام وكيسي، كيسي على فكره احنا نسيناه، فرانك كيسي ديفندر قوي جدا قوي، لعيب مهم قوي، فيزيكلي طبعا، رافينيا مع ليفاندوسكي مع ديمبيلي، لا هيبقى ماتش قوي جدا. انا بمناسبه الماتش ده عجبني قوي، دخل دماغي دلوقتي افكر في حاجه، يعني ثنائيه وسط الملعب هنا، ثنائيه وسط الملعب هنا، هسالك سامي بما ان سامي اللي بيتكلم عشان ما تقطعوش، انت شايف مين افضل عندك، جافي وبيدري للمستقبل يعني، مين هيسيطر على اوروبا، جافي وبيدري ولا تشواميني وكامافينجا؟ خليها ثلاثي عارف بالبلدي كده، بيلعبوا الثلاثه دلوقتي يعني، نقول الاثنين اللي هم الصغيرين، لا بوسكيتس مش مستقبل، ده بوسكيتس مستقبله انتهى، انت عايز الافضليه في الماتش ولا المستقبل؟ لا بيلعب باثنين، لا في المستقبل، فتقول تشواميني وفالفيردي وجافي وتشواميني وكامافينجا وكامافينجا وجافي وبيدري، انت في رايك مين الثنائيه الافضل؟ تشواميني وكامافينجا. بص حاجه مختلفه، مع ان جافي وبيدري بالنسبه لي بدري ده يعني 10 سنين الجايه هو هيبقى افضل لاعب وسط موجود على مستوى العالم. بدري جافي لعيب كويس جدا جدا، بس بدري هو فارق عن اي لاعب وسط انا بشوفه، عنده القدره على الاحتفاظ بالكوره، عنده القدره على الخروج بالكوره، عنده القدره على التمرير، عنده القدره على التصويب، عنده مهاره، هو متكامل، هو انيستا الجديد، هو انيستا الجديد. طب اسالكوا سؤال وهبدا من عند سامي، كازيميرو غيابه عن ريال مدريد اثر فنيا في تشكيله الفريق وطريقه لعبه ولا ما اثرش؟ تماما ولا اي حاجه، صح ولا اي حاجه، انا مش شايف كده ابدا، لا انا شايف انه اثر لانه كان مدي حريه لكروس ومودريتش يعمل كل حاجه براحته، وانا شايف انه ما اثرش، كان راجل شايف ما اثرش خالص، شايف انه كازيميرو طبعا هو ماشي من ريال مدريد شايفها كارثه، زي ما بنشيد يا كريم بانشيلوتي في السنه اللي فاتت اللي عمله، نشيد ان الخروج وتوقيت الخروج على اخر لحظه في سوق الانتقالات احنا ما حسيناش ان هو مشي، صح، فبالتالي المردود المعيار عندي النتائج والاداء، صح، النهارده في كوره امبارح في كوره في ماتش ريال، في ماتش امبارح في الدقيقه 35 الكوره دي كانت تخش جول، انا مشجعش ريال بس دي يعني منظومه السباق ما تاثرتش، بالعكس بقى فيها لمسه جماليه اكتر. لما دخل عملت دمج برضو تشاوميني وكامافينجا، وخدوا كامافينجا واخد الثقه من السنه اللي فاتت، انا ما حسيتش خالص بغياب تكتيكيا، ما حسيتش خالص بغياب، رغم ان فاروق عمال يعمل لك كده، عمال يعمل لك كده طبعا، لان الريال لو رجعنا الريال من اول السيزون، هل قابل فرق قويه؟ هل قابل لعيبه كواليتي الصفوه؟ ما قابلش كده، لما كازيميرو كان موجود ما اعتقدش ان في لعيب كازيميرو ما قدرش عليه، بما فيهم ميسي، كان في كلاسيكو اكتر من كلاسيكو، كازيميرو كان مش هقول لك حاطط ميسي في جيبه لان دي كلمه صعبه جدا تتقال، كان بياخد كل الكي بلايرز، كل الفرق اللي بيلعبها اي كي بلاير كان هو اللي بياخده، هنستنى ونشوف ريال مدريد قصاد الفرق الكبيره سواء في الادوار الاقصائيه لدوري الابطال او البدايه مع برشلونه في محليه، اذا تاثيره هيبان. اذا هل انا كنت سؤالي، هل الفتره الماضيه حسيت بتاثير غياب كازيميرو؟ ده المعيار الماتشات اللي فاتت، يبقى احنا انت مستني امتحان يا فاروق يوم الاحد، لكن بالزبط. انا بقول ان المعيار عندي اللي فات كله، بس كازيميرو تسع انتصارات تعادل وحيد، لا وحتى جمالي وسط الملعب، منظومه وسط الملعب ممتازه، لا تشواميني كمان عامل مباريات كبيره جدا عموما، هيعوضوا مع الوقت ممكن نحس يوم الاحد، لكن انا لغايه دلوقتي المعيار زي ما كريم كنا بنقول انه لا بالعكس، لا في اداء جمالي، هم هو فرق معانا احنا في مانشستر يونايتد وخد مان اوف ذا ماتش، وهيبدا ياخد مان اوف ذا ماتش كل ماتش، كريم عايز اقول حاجه، حاسس مفيش حد هيفرق في مانشستر، عايز اقول حاجه.